أخبار اليوم أو موضوع كان من أهم كواليس شارع القرى الفترة اللي فاتت، وهو تعديل قانون الفيزا. حركة تقول لنا بقى أهم التعديلات اللي أنت شايفها وإيجابياتها وسلبياتها برضو في رأيك. هو الحقيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بقى له فترة بيعمل دراسات حوالين تعديل يعني بعض أحكام قانون كرة القدم لإطفاء شيء من الإثارة والمتعة وضبط الأداء شوية في الكرة. يعني يمكن احنا في كتير جدا بيحصل خلافات على كرات يقولوا انها تخطت حط المرمى او لا، اتحسبت هدف او لا، الحقيقة المساعد الحكم ربما لا يستطيع ان يرصدها، فتم اضافة الحقيقة حكم اخر فاصبح في الملعب 5 حكام. الحكم الخامس بيقف على خط المرمى وبيقدر يحط قدام الحكم صورة واضحة لما يحدث في موضوع هذه الكرة. الحقيقة في كمان تعديل في أنه أصبح في زي وقت مستقطع في كرة القدم بعد ما كانت في كرة اليد وكرة السلة. الحكم في الأجواء الحارة، القانون يعطي للحكم في الأجواء الحارة أن يطلق صافرته لتتوقف المباراة بعد 30 دقيقة من بداية الشوط الأول ليتناول اللاعبون بقى العصائر والمياه وما إلى ذلك علشان يعني يقدر يحافظ على الدورة الحيوية للجسم والدورة الدموية تشتغل بشكل جيد، وإدى الحكم أيضا أن هو يعمل نفس الشيء في الشوط الثاني أو وقتما يرى أن هناك حالة من الإرهاق نتيجة حرارة الجو المرتفعة. ويمكن احنا شفنا هذا الكلام، هذه التعديلات أو جزء منها في مباراة الأهلي مع روما لما توقفت المباراة مرتين وشفنا الحكمين اللي كانوا واقفين عند خط المرمى. الحقيقة في تعديلات كتيرة جدا ربما لا يتسع المجال لذكرها، ولكن طبعا عمل تعديلات على إشارات الحكام، عمل تعديل على التسلل انه التسلل يبقى في لحظة وصول اللاعب للكرة مش اللحظة اللي بتتلعب فيها. الحقيقة يعني مجرد تحرك اللاعب للكرة لو هو في وضع تسلل بتتحسب مش مجرد ان هو يوصل لها، لكن الاول لازم نستنى لما يوصل لها. الحقيقة تعديلات كثيرة احنا بنطرحها وبنعرضها، واتمنى طبعا انه السادة الافاضل المشاهدين يتابعوها ويحتفظوا بيها، لان دي هتفسر كتير جدا من الحاجات اللي هتحصل. وعلى فكره التعديلات قانون الكوره في لجنه مخصوص بتعدل يعني قانون الكوره والفيفا بيقرها، وده طبعا شأن بتدخل فيه انجلترا بشكل كبير باعتبارها الدوله المؤسسه للعبه او الدوله التي اخترعت كره القدم الحديثه. من اتحاد الكوره هنروح للقلعة البيضاء، وخبر بيقول باسم يخاطب رئيس النادي بالكلام المعسول، مستعد ألعب في الزمالك ببلاش. هو الحقيقة طبعا باسم مرسي زي ما عرفنا في الفترة اللي فاتت كان مثار جدل كبير جدا وصدمات مع رئيس نادي الزمالك، وتعرض لعقوبات خصومات وصلت ل 300,000 جنيه، إيقافات، مشاكل. طبعا هو لاعب عنده إمكانيات، هداف، جاب للزمالك العديد من الأهداف المؤثرة، ولكن طبعا لما تعقدت العلاقة بينه وبين النادي ورئيس النادي وأصبح على مشارف الرحيل وفي يعني شبه اتفاق ان هو يتم ترحيله، هو يعني يبدي ندمه وبيعرض من جديد من خلال صفحات أخبار رياضة. والحقيقة زميلنا إسلام فاروق كان يعني اتكلم وخد يمكن تصريح منه بيقول فيه أن أنا النادي الزمالك نادية ومستعد ألعب في النادي ولو ببلاش، بس المهم أن أنا أجد الأجواء المناسبة أن أنا ألعب فيها في نادية. فده عرض جديد ويعني جسر تواصل جديد بيمده باسم مرسي مع مرتضى منصور، وبيحاول ان هو يعني يحسن العلاقة لعله يعود الى هجوم القلعة البيضاء اللي احنا عارفين انها حصل فيها تغييرات كتيرة. يمكن حتى في نفس الصفحة كابتن محمد حلمي المدير الفني الحالي بيتكلم على حمودي وبيتكلم على الصفقات اللي جاية جديد، ايضا زميلنا اسلام بيكشف
اسرار فشل ضم عمرو طارق مدافع ريال بيتيس اللي كان لعب في امريكا واللي كان فيه مفاوضات او اتصالات للاعب معاه. الحقيقه في اخبار كتيره جدا جدا، في تغطية مميزة لمباراة الزمالك ولاستعداداته ولتفكيره في ان هو هيلعب مع اشبيلية، عنده تخطيط انه يلعب مباراة دولية على نسق ما قام به النادي الاهلي. الحقيقة ملف نادي الزمالك حافل بالاسرار وبالاخبار والحاجات المهمة. منهم الى حوار خاص لاخبار الرياضة مع كابتن مدحت فرقوسة، حضرتك تكلمنا عنه وايه تفاصيله وكواليسه؟ والله الكابتن مدحت فقوسة الحقيقة مش عايز أقول فاكهة الكرة المصرية، ولكن قمة الظرف واللطف والإنسانية التي تتمتع بها الكرة المصرية على مدى 50 سنة الماضية. كابتن مدحت فقوسة يعني كان مدير فني للنادي المصري، كان مدير فني لنادي المريخ، كان المدير الفني للمنتخب العسكري الذي فاز لأول مرة بكأس العالم العسكرية كانت في المغرب، واستطاع ان هو يعني يعمل لهذه البطولة مكانة في قلوب الشعب المصري، لأنه كان مسافر في ظروف يعني بدون إعداد. والحقيقة كان المنتخب وقتها بيضم عدد كبير من النجوم، منهم يعني على سبيل المثال الحصر كابتن أحمد الكاس ومصطفى أبو الدهب وأسماء كتيرة. مدحت فقوسة الحقيقة من ظرفاء العصر، يتحدث عن ذكرياته وحكاياته في عالم كرة القدم، حوار ممتع. وأتمنى أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى حضراتكم نروح نصور معاه حوار مصور، لأنه ده كنز. الكابتن مدحت فقوسة تعرض لأزمة صحية شديدة، بيعالج الآن في مركز الطب العالمي بجرعات لقتل المرض اللعين، ولكن هو لم يفقد ابتسامته، لم يفقد ظرفه، بيحكي لنا على ذكرياته الحلوة، ازاي ان هو لما التقى فضيلة الامام الشيخ الشعراوي في احد اللقاءات، وكان في افتتاح مسجد من المساجد، والشيخ رحمة الله عليه خده بالاحضان، فيعني الداعي للاحتفال بيسأله بيقول له يا مولانا انت تعرف الكابتن مدحت فقوسة؟ فالكابتن مدحت بادر بسرعة جدا وقال له طبعا، الشيخ كان بيلعب معانا، الشيخ كان بيلعب معانا في النادي الاهلي. فالشيخ يعني طبعا ضحك يعني بشدة لما يعني على الطرفة بتاعته، زي كابتن مدحت فقوسة كان بيورط الكابتن ميمي عبد الرازق لما كان بيشتغل معاه، كان ينفعل على الحكم، وأول ما الحكم يسمع صوت جاي من الدكة أو شتيمة ويجي جاي جري، فهو يتلفت لكابتن مدحت لكابتن ميمي عبد الرازق ويقول له ليه كده الشتيمة يا كابتن، فالحكم يطرد على طول ميمي عبد الرازق. حاجات كتيرة جدا، قصص وحكايات يعني الحقيقة حوار ممتع، وبيتكلم فيه على العمل واللي هيعمله وازاي، يعني حتى من ضمن الطرائف اللواء أحمد جمال الدين اللي كان وزير الداخلية، وهو طبعا أحد كبار مستشاري سيادة الرئيس، وهو مسؤول الملف الأمني في الرئاسة، بيقول ان هو كان في بورسعيد وان هو كان موجود الكابتن مدحت فقوسة، يعني دعاه انه يركب معاه او انه ينزل معاه القاهرة من بورسعيد، ففوجئ بان اللواء احمد جمال ما بيركبش السيارة اللي دعاه ليها، فبيسأل بيقول الله يا سيادة اللواء مش جاي معايا في العربية بتاعتي، انا مستنيك في العربية وبتاع، قال له اصلا انا مستهدف والعربية بتاعتي مرصودة، انا بركب عربية تانية، فقال لك ورطني وسابني في عربيته وانا. فالحقيقة بيحكي حاجات وقصص يعني كلها يعني اتمنى ان الناس تقراها، واتمنى ان احنا نصورها وان شاء الله باذن الله ننزلها في شريط. ختاما للعدد المميز حكايات اهل القمه والمباراه الدائمه ما بين الاستاذ حامد عز الدين والاستاذ محمد رجب، حضرتك تطلعنا على اهم ما جاء فيها. هو الحقيقه احنا يعني كل اسبوع بنستمتع وبنعمل نوع من المنافسة بقى الحقيقية. شوفي أنا بدأت يمكن مع حضرتك بتكلم على الناس اللي بتحاول تعمل فتنة ما بين الجمهورين ما بين الأهلي والزمالك، عايز الناس تقرأ وتتفرج على التنافس الراقي والانتماء بحب وباحترام ما بين اتنين من كبار الكتاب والاتنين من كبار الناس المنتمين للقلعتين، القلعة الحمراء والقلعة البيضاء، الأستاذ حامد عز الدين رئيس المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي، وهو من هو طبعا هو ابن أخبار اليوم، الاثنين طبعا بنشرف إن هم من زملائنا الأعزاء الكبار ومن أبناء أخبار اليوم.
كل واحد فيهم بيتنافس مع الآخر، بيتكلموا على قيمة ناديهم. وطبعا ما فيش مانع ان كل واحد فيهم بقى يعني يغمز وينغز في الآخر نغزا، ولكن بمنتهى الاحترام. كل كلمة بيقول قبلها ده زميلي واخويا، وان احنا انا فشلت ان انا اخليه اهلاوي، وده انا فشلت ان انا اخليه زملكاوي. وكل واحد فيهم بيتكلم على، ويمكن المباراة دارت منهم 3 اسابيع حوالين احمد شوبير. طبعا الاعلامي احمد شوبير كل واحد فيهم له رؤية فيه، فالاستاذ حامد عز الدين كان يرى فيه المهنية والحيادية، والأستاذ محمد رجب يرى فيه الأهلوية ويرى فيه الانحياز للأهلي. فكانت المنافسة والمباراة يعني الحقيقة أنا بدعو السادة الأفاضل مشاهدي بوابة أخبار اليوم إن هم يعني يتابعوا هذه المباراة، وإحنا بنحطها الحقيقة على موقع أخبار رياضة، وبننتظر تعليقاتكم وبنبعتها لزملائنا أعزاء الكتاب. فمقال النهاردة الأستاذ حامد كاتب، هو طبعا عنوان مقاله الدائم الأهلي حياة، والأستاذ محمد رجب بيرد عليه زملكاوي وغاوي. فالأهلي حياة بيقول الأهلي الذهب صانع الفرحة، والأستاذ محمد رجب بيقول له أنا علاقتي بالأهلاوي حامد أبدية، واتقي الله يا حاج عامر حسين. طبعا بيتكلم على الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لأنه طبعا بيتكلم على جدول المباريات وازاي ان الاهلي بيلعب بعد الزمالك من وجهة نظره طبعا يعني. وطبعا بيتكلم على شيكابالا وقصص كتيرة، ادعو الناس ان هم يقروها ان شاء الله. في نهاية حلقتنا النهاردة من أخبار الرياضة، واستعرضنا العدد المميز لأخبار اليوم الصادر إن شاء الله بكرة 23 مايو 2016، نتقدم بخالص الشكر معلش تعبناك النهاردة طبعا، بخالص الشكر للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أيمن بدر رئيس تحرير أخبار الرياضة، وإلى لقاء جديد إن شاء الله في بوابة أخبار اليوم وشارع الصحافة. شكرا أستاذ أيمن. أنا بشكر حضرتك وبشكر تشريفكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي دايما من عدد لعدد مميز إن شاء الله.